ونص من الشكيك شو ما يحطوا لي شوف الاغصان وين ما خويهم راح يطيحوا في الطريق شوف وين يا خويا الواحد ما طيوهاش 5000 شكايه درتها انا باش يجيو يقصوا بعدين انا جايين انا جايين انا جاي نشوف يا خويا ان شاء الله هذيك مين يقيس في الطريق اها يا خويا احنا مدبينا كما يقول الاصلاح على الاستطاعه فهمت ومش قاعد نشهر فيك ولا حاجه يمكن انت يعني كما يقولوا انشي غير تاع مواطن عنده محل هنا في سونتر فيل في عنابة كي تشوف الدنيا كيما هكذا عبد مش نورمال هيا يا خويا اسمح لي يا الامان ها يا خويا نروحوا جهه ال ابو حاج راك تهق راك تهق واش سخانه قول لي واش حول النظافه تشوفها الدنيا كيف دايره انا واش قاعد تشوفها بلاها كاين نوار ريحه النوار قول ريحه غير الغبار قول غير ريحه القبار ربي هذه الاحوال ها لازم الخدمه ولا نتمنى لا لازم الخدمه كاش تمنى دي اتمنى يتمنون انا اتمنى لازم العمل ربي ان شاء الله اي مهما نديروا حاجه لينا حنا يا سبحان الله ما حاجه ديرها هذه كلها فينا حنا مش قال انسان واجر منفع وحتى مسلمين احنا نتوضاو 5 مرات في النهار واجر منفع بالضبط تدخل شي تلقى البركه له سخر خويا شوف روكاره هذه شوف نورمالمون شويه ربي يكون خير لي باليار يجيو يباليهم نورمالمون يمبوشيو نستخدم اخويا كاين الخدمه هكذا حبيبي هيا سلامه هنا شارع بوزلات حسين ها يا خويا هادما الحوانت هادما لهنا توجور الشجرة والحجرة السلام عليكم هادي واش حاب واش حاب يقول هنا هادي واش لابس هاي فيها والو هادي بوبالة تاع 40 دور ها شوف هنا ها سقسيكم شكون هو اللي يطيش لهنا بيناتنا برك اللي قاعد يطيش في الاوساخ هادي هنا مو يحطوها في ساشية ها نورمالمون صح ولا لا؟ اسكو عندها منظر مليح هذا في رايك؟ قداش منظر مليح؟ تكون امها شجرة تعمل الظل ولا لا؟ صح واش تقول اختراع كي تشوفها واش تقول؟ بسبب المنظر هذا واش قاعد تشوف فيه؟ يمد نظرة مليح على النابة مثلا؟ يمدش يمدش ما تبانش هكا يمدش ما يمدش تعمل عارف هاي عارف هاك عامل جود ليميير مي بوبالا صاحبي شوف هنا في الفوبور هذا هنا الفوبور تاع النابة شوف ها يا خويا هاو السيد يطيش في القراعي هنا القراعي حكاية القراط انا دي وش حكايتها خير السيكلاج اخويا عملوا لهم ديبان كبار ما قال لك السيد نخلصوا سبحان الله شوف شوف السلام عليكم سقسيك برك خويا ربي عاملك ها ماك ما تبانش جيت نسقسيك معليش انت الله باش نحكي معاك يعني بطريقه يعني سماك الدور في عنابه لهنا تلم في القرايه هكا معليش نسقسيك يعني واش تشوفها ونيفو النظافه اللي مت الاخره هذه ثلاث ايام الاخره هذه اسكو ما كانش سمعتي خرج الوادي ولا ما سمعتش ما سمعتش بصح ما كانش نظافه سمعت ما اللي خرج الوادي وعمل الكونترول على عنابه لقاها الدنيا راهي في حاله ما كان حتى شيء يخرج ولا ما يخرجش ما كانش نظافه ما كانش شونجمون ما كانش بالعكس بالعكس قاعد رايح ثم انت قاعد تلف في القرايه يعني باش في الاستيكلاج لهنا نورمال ما تنعدوش شيء نورمال ها يا خويا ها السيد ها قال لك اخويا خدام رجال سيد اما خويا هاك السلام عليكم حب اخويا مد اقتراح انت تدور في عنابه كامله وقاعد تخدم على شرك انت الله يا ربي يعاونك مهما كان وش تشوف انت اونيفو هكا النظافه فيه ما كانش نيفو راه خراط النظافه من السيء الى الاسوء كانت الدنيا شويه دوك الحاشاك حتى الدود ولا كان في الكوبيلات دود الدود وكاي مرض احنا الله غالب ونخدم روح من العدو في ساعه فهمت احنا الله غالب يعبد يخدم على روحه مي شويه نيفو طايح يا صاحبي طلبوا لي لايك دخل خدمتها في البرج خدمتها في ستيب خدمتها في واهنا من في عمان طايح نيفو يا صاحبي حاسك شو
هديه اسمح لي بركه هديه الاسكراج هديه نمر موت الدوله هديه تاع الكراتنا هديه نمر موت الدوله ما يتجوش في الطريق يمكا نمر مو كاين لي كاج تاع القراعي واحد تاع الكرات واحد هام القراعي هام عندك هام القراعي مع الكراتن كلش مخلط في بعضها الناس على راسهم وها تشوفها هذه لاباك هذه اسكو تشوفها انت تشوفها نورمال انت هذه تشوفها هذاك لك بزاف انا هذه واش من نقطه هذه انا شفت بعيني ايوه عمال البلديه كيهز الباقه كيهبطها يخبطها هذه مش ها منهم المسائل هما اللي حرشوا باه يكسروا لي باق شوفه ديسك لي باق يجي عاود يفشوا بلي كونت دي مفكير داخل عطول كل الزواج وكل الحرام ربي قدر وشير احنا شو اسمعنا احنا ما نتهموا حتى واحد انت يكسر ولا ما يكسرش مش بس عبد وش قاعد يشوف وش قاعد يشوف ما يحبش الحوايج هذوما كيسكي بلادنا كلها دي صح بلادنا كلها لازم انا نخدم هذاك يخدم هذاك يخدم لا تتحسن البلاد نقول انا واش دخلني والاخر يقول واش دخلني تقعد تبزد الدنيا تبقى اكثر من مكه تولي نوليو اكثر من دول وحايد اخرين ديجا من كلاسين تروازيام في لومون نحايد في الخناج كلاسين تروازيام كل مون كل خناج ثم تاك الدول عنبه كامله وخدمتي البرج وهر انا خدمتي سطيف خدمت بارتو عنبه كامله دور كاين كرقيه تقول في لها اقسم بالله تلقاها من برا هاك يدير هنا في عنبه في عنبه ويبا والا مشي من الدوله دي ولاد الحي كيشغل يتفاهموا في بعضهم ينظفوا وقلت لك لازم كلنا نخدموا احنا نخدموا هما يخدموا باه دي ولايتنا كلها دي هدي تشرفنا كل يخش يقول لك عنابه ولا عنبه ما يقولكش فلان وفلان 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 فهمني احنا نقولوا اخويا العزاز ربي يهديهم ولازم يشوفوا حل للحاجه هذيا فاهم ربي قدر الخير هو كما قلت لك انت ثلاث ايام وخرج الوالي ودار عنابه وشاف كاتاستروف حتى شونجمون بصح يسكا ماتنو ثلاث اعطاهم بشهر قال لهم شهر ونشوفوا دوك حنا خرج نهار الخميس حنا وش اليوم انا السبت اليوم بصح والله لكن توصل الحكايه دي توصل صوتي للوالي هدر كاين حتى شونجمون باقيه وتسوء الدنيا قاعدين تشوفوا بعينيكم ثم هاي لا كاميرا مش قاعده تقدر كون جات تبان باقي داخل الدود والله كاين الدود اقسم برب العزه الخبز والحم والزبالة مع بعضهم في حاشية واحدة والكراتن هدية للمواطنين هدية عيب هاد الوحدة نطفي شوية الوحدة والكراتن هدية نمر موي تحت إسكلاج هدية في بلايس وحيد أخرين كي شغلهم يفركتوا عليهم بالضوء وهنا في عنابة هاد تشوفهم يطايشوا مخويا المزيان ما كانش كي شغل واحد ما كانش الإسكلاج تاعهم كاين هو في عنابة كاين زوز كاينة واحدة في الدرعان وواحدة في براحات في بونايزة مش هادي بصح ما كاينش اللي يخدموا الكراتن نمر مو الدولة هذيا تشوف كلها حوايج الناس يتطايش بلا خدمة تشوف بعين الاعتبار يحطوها ما دام تشغل في الخدمة تاعهم كلش ديسك ناضر كلش هذاك الفرنال الكرتون القراعي البلاستيك كلش الباش كيما نقولوا احنا اليوم السبت كاع الدور اسكو مازالت نفس الحكاية هذه سي لا ميم شوز لا ميم شوز سي لا ميم شوز مي هذا لو باك هذا تاع هاك شفت اسكو هذا نسيت قابل بيه هذا قول لي بركة شوفها ان شاء الله الماما ما يقعدش درك يتنحى درك نورمالمون هاك شوف او يتنحى درك يشوفوا له واحد جديد سمعنا تلقاه كيما هكا سيدي كسر سيدي كيفاش يتكسر كي يتكسر يتكسر بالبلديه هما اللي يخبطوه كيما هذوك المواقع يجي يكسر كيما تاع باقيه اخويا لا ولا كاين حق قول باقي اخويا العزيزه مش صافي هذا مش سوليد على يتكسر هو غلطه البلديه هاي قول لي هاي صافي دير مش اسمح لي انا نصلح لك واحد النقطه برك العامل تاع البلديه بالخدمه باللي فور اللي يخدم فيه هذا مش سوليد برك مش قاعد يكسر فيه باش نصلح لك واحد النقطه برك مش هو اللي قاعد يكسر لان هذا مش سوليد مش برك مش سوليد كاين الحديد مش سوليد شوف جيب انت هود هنا برك هاي الدوره الاولى دوك تلقى زوز مطبقين حديد اخويا العزيز مطبقين مش قاعدين يخدموا حتى الحديد مش سوليد الحديد دوك سا ديبو النوعيه تاعو حديد يقعد حديد اخويا العزيز مش لدرجه انه يطبق هدايا داخل فيه يا خبطوا فهمني درك كاين شويه العوج احنا نقولوا ربي يهدينا ان شاء الله لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بانفسهم انا نبدل روحي وانت تبدل روحك وهم انا باش ما نتهموش عمل البلديه بالخلص باللي باش تفهم واحد النقطه نصلحها انت كشتي باكي يطيشوا بلا فاصون هذا بس هذوما اللي باقا دراهم كبيره
قداش عنده هذا؟ يمكن عنده 5 سنين بالك ما بدلوش. قداه؟ مكانش عامه والله العادي العظيم. قداه عنده؟ شوف يروح يكون 16 يجيبوا لي باقي جدد والله اسمه ربي الباقي الديني دي عطر وازن. وهذا قد عنده هذا؟ هذا عنده 6 شهور هذا يا ربي في امدان ولا قبل امدان هذا هذا ما كانتش العاليه هذه في سكنت هي حاجه قباله ومن بعد حتى انت هذه مع الدوره هذه والاخرين اللي مقابلينهم هذه ما كانتش هذا عنده هذا عنده 6 شهور هذا الباك جابوها قديم مصر العاليه هذه قباله كيفاش جابوها قديم اخويا يجيبوا جديد اخويا هم قاعدين يتبعث لها من الدوله من زايد من الجي قاعد يبعث لهم في ليبي جي تاعنا بنظيف هذا اللي حاكم من النتوايج تاعنا هذا باك مش هذا جيب لك تاريخ الإزدياء تاعو وقتها خلق هذا وقتها خلقوه جيب لي لاطات تاعو هذا لاطات تاعو وقتها جابوه اسكو عنده 6 موا امبوسيبل هذا البلدية تاعنا محظورين يعني على بالي محظورين اقسم بالله محظورين قاعدين يخدموا في الخماج كيما تلقى تاعنا بنظيفة عند الناس ما خلصوهمش مساكن في حالة وكيما يخدم لكش عنده الحق هذا تاع حد كيما هنا نخدم ما نخلصش انا كل ما نخلصش ما نخدمش ما نديرش انا نخدم باه ناكل ونشرب ونعيش الدراهم هما كلش درهم هما مساكن مش قاعدين يخلصوا بيان سير مش حياتك تبيع الموبايل وبيان سير حيجي الله قراب يقولوا يشوفوا معاهم برك يحسبوا لهم وضعيتهم حتى لابي تاعهم مش راهي وهما هذا كونسير اخويا الازياء هاك عمال في الدول وحيد اخرين كيما قاعدين يخلصوا انا عن بالي باب فرنسا بني الزبال يخلص حتى من الطبيعه انا في الجزائر رانا في حاله كارثيه اخويا الازياء وخليك على خير وعافيه ربي يعاونك اخويا خدام رجال سيدهم اخويا هيا هلا في روحك هيا هاك تشوف حط عنابه برك واحد العام في واحد البلاد كنا كي نروحوا لها نشوفوا الناس تلم في القراعي سبحان الله مش مبعد من هنا وهنا وصلنا لها والله كنا بكري كي نشوفوهم يهزوا في القراعي نقولوا سبحان الله كيف هذا ولحقت لنا ها ولهنا نرجعوا للضوء يوم ما كانش الضوء ها يا جماعه تاع الكليراج تاع وين الضوء يا سنتر فيل اخويا ما عندكمش لي سامبول قول لي ما عندكمش بيجيه ها شوفنا ظلمه لهنا شوف انا مشيت بلال ثم ما كانش الضوء ما كانش ما تعديش الكاميون لهنا ما يشوفوهاش مساك الله غالب ها قدام بيت ربي شوف قدام المشيت هاي اخويا بوباله هاي نساو هادي ما شافوهاش في الظلمه هاي كيما راهي ها شوف ديكم شوفوا لهنا هذا الله يبارك خدم سا ديبون يخدم قدام اخدم شويه تروطوار شويه يجي يتبرع شويه نيتواياها شويه هاي غدوه كي تحل هنا شي بادي وش يعني هوتيل ولا هاي يعمل اخويا تروطوار اخويا نتوايو جهه الدخله تاعك ها بناها الله يبارك 5000 مليار هاي لهنا لازم نيتواياها اخويا اعملها تروطوار تاعك وبالنوار ونشوفوا اون فيرا على كون شونتي يعني كاع نشوف انت ولا غيرك انا يعني ما نعرفكش انا يعني نحكي برك انا تكون تاع الدوله ولا تكون هاو قاعد يبني هذا ما كيف كيف انا ها هذه برمت الغاز بكري ها ها يا خويا نروحوا جهه البرمه التروطوار عنده قريب 20 سنه ما بدلوهاش ها قدرون طرقات لهنا الحشيش عنه قدام ما تنحاش شوية لا قراي حتى الشعب يطيش ها مش نورمال هذا يطيش ما كان تاع التشجير مثلا اعطيك فكره هكا هذه قداش هي ما طايرتش من تحت شوف لها الحشيش شوف شوف قدام النخله هذه كيفاش حبت كيفاش حاب تنبت النخله هذه الحشيش كلاها الحشيش ها هادي ها كاين نعملوا فرقه تاع يخدموا الشجر واللي يعملوا الضوء علاش انا البرنامج قاعد تخدم به شوف التروطوار هنا الزيكاوات هنا شوف ديروا كار هنا شوف
كاينه في التعماد ولا صديبا سلام صح اخويا راك تشوف الحاله واش رايك احسن نشوف نتمناو اتمنى فقط نبقاو غير نتمناو لا ما نتمناوش لازم تخدم اخويا بقاش تخدم والله عاش اسمع قاعدين نحاولوا يعطيك الصحه والله قاعدين نحاولوا واش قاعد تشوفها لهنا الدخله تاع البرمر هنا ها نساوها خلاص هاد الدنيا مهجورة شوف الحشيش كلاوها شوف الضو ما كانش الحشيش الضو ما كانش شوف لهنا وناصر وش اخويا شوف حجرة هنا تمشي عندك حجرة عندك بس حبيبي عندك شوف شوف دونجي هادي شوف 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 حجرة صحيبي شوف شوف في الطريق هادي روح نحيها رواه نحينا عاوننا رواه هز هز معايا هادي تدخل فيها واحد السبيطار هز هز والله مرضنا من صغر هز معايا هز ولدي هز طيشها في الحيط طيش في الحيط تعدم الحجر مرضنا من صغر احنا قاعدين نحاولوا باش ما نصلحوا هاك كنتي كنتي قال تمشي تطيح فيها تمشي تطيح فيها حسيت العائلات وما تعديش لهنا برك يعديوش العائلات وما تعديش جبنا دخلنا بعضنا ربي يجيب الخير ان شاء الله ان شاء الله يا خويا شوف لهنا البوبال اروح عندك التليفون شعلي الضو برك هنا ما كانش تدوز شعلي عباك تلاقيت هنا الليبيين جاو له ثلاثه ها وثلاثة منار هذا ها منار جاو الليبيين واحد 100 واحد والله 200 روعه والله وطن روعه جاو الليبيين عجبتهم على النابه ومازالوا ما داروش قال لي وين نروحوا قلت لهم روحوا على النابه شوف الجوهره منسيه فهمني اروح نعطي البوبال هذه اسكو هذه قال لي سيد عنها 6 اشهر ايش فعلا دات هذه اذا كان راح يبدلوها ولا لا شوف اسكو شركة وهميه هاي قول لي هذه بوباله ولا لا هاي فهي فهمني شوفها اسكو تشوفها نورمال ولا لا قول لي بعد شوف قال لي سيدي عاد فيها الدود شوف قاعد تشوفها كثير عمي والله ها ربي يجيب الخير انا قاعد نشغل شوف لهنا شو تسوي حط الضوء قال خايف في مين خايف خايف لا والو احنا الشهداء خافوا ما خافوش اخويا استعمار شوف شوف حط 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 قابل قابلنا نعت لي واحد شوف اخويا ها هذه في قلب عنابه اخويا انا مش شوف لهنا حتى الشعب مش نورمال اخويا راه قاعد يسبغ ربي شوف الشعب والله غالب شعبه كابا شو واحد طيش كابا هي كابا ربي يجيب الخير ان شاء الله اخويا هي لكن الضو ما كانش ربي يعاونك عمي صح حبيبي هي تهلا اي بوباله نشوفها لهنا هنا نروحوا جهه لولي روز عندها مده الطريق تاعها خدموها ولا لا الطريق مكسره راح نشوف شوف لهنا بابا با. ما غير هنا شريات لهنا قال لك اجعل من يراك يدعو لمن رباك ها الدنيا فيها موت ها هاي بوباله لهنا ها بابا 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 هادو هما لي باك تاع الحديد قال لك تاع الحديد الوضع ما كانش طاروا بابا بيبليسيتي مع بوبالا ايوا تاع الضو هادي زين الغاز يسخ فيها ما دمر روح السلام عليكم يسخ فيك معليش الحاج تاع ما الشركه هادي تاع ما تاع الماء ولا تاع الضو ها اسمع الغازة نسقسيك معي دقيقة برك معي دقيقة اعطيني من وقتك دقيقة برك اسمح لي يا انا ما نصورتش وجهك من رمى اسمح اسمع الغازة والضوء لهنا شكون يحكم سؤال برك معي عشان نصور في الفيديو قاعد تعشى صحتك حبيت نعرف برك الضوء هنا ظلمة لهنا في جهة الفوبور هنا لهنا شفت هنا البولفار هنا اسكو تحكي بيبليك لا كيراش بيبليك تبع البلدية بلدية مش اسمع الغازة بلدية حصلت فيك مجمعة البلدية استنى استنى الغاز استنى الغاز كيفاش خدمتها الكليراج بيبليك هذا خطاها خطاها
هما اللي حاكمين المشاريع تاع الضوء تاع النابه. شو مرقاش حاكمين اخويا تاع الزينات، حاكمين في الديار، حاكمين السكن، حاكمين بس واحد الكلياج بوبليك، ولا يعيطوا له كلياج بوبليك تبع البلديه. والظلمه كيما عنها بد، هي الظلمه كيما كاين. هي قلت لك لا شنو مرقاش خاطي. لا انا نحكي على الظلمه لهنا في الكارت يعني. ماشي نورمال، كلياج بوبليك. عندها مده وهي طافيه كيما كا. البلدية هي تتكلف عندها البل، عندها البلدية. أني على بالي أسك السؤال تاعي، أسك عندها مدة وهي كي مكة ما كانش تضوى فترة كبيرة. والله ما عمبالي أنا بعد ما عمباليش، أنا نجي نخدم من هنا. آه والبوبالة دي عندها مدة وهي لهنا جبونس. إذا عندها؟ اليوم عندهم 10 سنين لكن. أحيك على البوبالة هذه لأنا ما هزوهاش قلت لي 10 سنين. هذه هنا والله ما أكذب عليك. المهم عندها مدة. المهم عندها مدة. اه يا خويا صح. المهم هذيك واحدة بلاش بوبليك ثم تتابع البلدية. تتابع البلدية. مش صون الغاز. لا ماكش صون الغاز. ها ها يا خويا. صح يا خويا ها. ها يا صون الغاز. صون الغاز خاطيهم. لصقت فيك مجموعة البلدية وعينكم ما تهربوا على بالك. قال لك انتوا هما المسؤولين خاطينا احنا. ها يا خويا هنا رانا في بونكات، بونكات في الطريق ها. ندخلوا لولي روز هنا، هاي نشوفوا لولي روز في الليل، أسو كاين الضو، كاين الطريق كيفاش مخدومة تاعها، ما عندها مدة وهي كيما محفرة ها. هاي يا جماعة لولي روز نشفع لها ها. أنا فوسيات فوسيات أخويا ها. هاك شوف الطريق مكسرة وما كانش الضوء. كيفاه ما عندكمش لي زامبول باش تركبوا؟ ما فهمتش انا البلدية هادي. السلام عليكم، سقسيك برك معليش انا نعمل فهاد الفيديو عن النظافة على النابة وعلى الضوء. ما مصوركش هاك بعيد لا راني انا بالي على بالي ما تخلقش راه. صوتك معليش صوتك. معليش هذا صوتك. أنا نصور دي فيديو تاع ماتير برك انت الدنيا كاش موسخه وعلى الضو بالك يشوفوها بالك تغير من وجهك. اسمي توفيق وهاني قاعد نصور دي فيديو اماتير لكن جست ننقل الوضعيه المزريه اللي قاعد تشوفوها اللي عايشين فيها انتم. واش تقول؟ هاك شوف. واش نشوف؟ هاك شوف الدنيا كيما الكارطي عنده ربع سنين وهو محفور واحد ما طلع عليه. أنا على بالي ربع سنين وطريق شوف نخشوا بالغبره ونخرجوا بالغرقه في الشتاء. انا وين ندرك انا وين لوري راس. انا في لوري راس. اوكي صافي لنا 5 ايام. اه صافي ديال الطريق مكسره حفرها ربع سنين. ربع سنين وخلوها كيما هاكا ما على بالكم جماعه البلديه. الضو واش حكايه الضو؟ الضو طفى ما حبش يشعل. واش بيه ما حبش يشعل وقتها هو طافي؟ طفى كي غير قدا عنده مالعيد ربع شهر. لا راه زيد واش البوباله عم خرج الوالي شفتي سمعتوا بيه الوالي كي خرج لعنا الدار في سانتوفيل. ما سمعت انت ها خرج في السنكل وبرك حنا انا في لولي روز هاني جيت لولي روز نعدل يروحوا غير للواجهه حنا دخلنا الاعماق اخويا معليش تقبلوني نجي نصور معليش. اه يا اخويا يعني من داخل ندور على كارتي. واش تشوف فيها انا البوبال انا واش قاعد تشوف فيها؟ بوبالك تشوف فيها ما يجيوش خلاص يجيو يهزوا من الفوق الفوق هكا برك من الفوق الفوق. مالا طريق عندها ربع سنين. اه ربع سنين الطريق وقتها قدام الهيز تلقى يدي لوري راس كامله محفوره ربع سنين. ربع سنين وقتها قال لك ما كانش اللي بعد ما كانش واحد ما يهضر ما كان هضر هضر. كيفاش كانت بك لوري راس كاش ولا كاش ولا درك ها؟ سمع غير البولفار ها يصور حتى في البولفار عندك كاين غير الواجهه بك الكرسي واش كاين حتى تما كاينه بوباله معمره. كيما تقول حاجه اخويا هيا او قال لك اخويا راك قد قد
عم يقول لك مقفول مقفول كما يقول ثم هو اللي كيف كيف مش راح يهدر لك ولا انا نهدر لك نبقى ونعاودوا في الهضره يعطيك الصحه ما نهدروش ايا درنا نعينو والحل كيفاه شو الحل عند ربي سبحانه وكاين ربي اتمنى نبقى نتمنى واش بقينا نتمناو وقت بوتفليقه كنا نتمناو درك لا ما كانش حتى تتمنى وين كان اتنحات اه والو هو في الصح ما كانش تمني العمل ربي الواقع احنا غير الواقع هنا في الجزائر ما خلقنا احنا في الواقع ولا المواقع يحبوا المواقع المواقع اي يا حبيبي صح اي صحيبي طالب البوبال شحال عندها هذه برك اونديري لا بوبال هاوي طيش ها هاوي طيش نورمال لا بوبال هاي قلت لها هي الوقت نتاعها تاع اللي حطوها الوقت تاعها حياتها كيما يقولوا كيما الوقت اللي تحطت لها عندها مده قال لي 6 اشهر هذه البوبال حطوها شغل بوبال آه. عندها مده عوام دي بوبال هنا تطيش وكانوا نديروا البنات هذم عوام نحكي على البنات شحال من كانت هذه بطحه اه نحكيك انا على البنات هذه شحال وقتها وهم من جابوها يعاودوها شكفوا هي عندها قرن ما بدلوهاش وكيما قاعده مسرقوهم وباعوهم شوف يسرقوهم حتى الميكا قد يبيعوا في الميكا من الشعب من يوكل الحكومه من يوكل خلاطه بيته في الناس دي حتى الميكا يبيعوها كل شيء تباع العباد تتباع إيش يا راح؟ إيه صح. شو هذا هني؟ قال لي 6 أشهر. شو 6 أشهر هذي؟ دي فرما يخلاها هذي. شو هذا؟ حب تقول حاجة على ال. سلام صحيح. خويا لاباس. صباح. الحمد لله يعني. أنا نصوروا على. عنا إضافة يحكي على الطريق قد عنده ربع سنين. على الطريق. ربع سنين أخويا. ربع سنين. والله ربع سنين. وهذه كي مكان بوبالة شتيك الله شوفي سهر واه شو هذه بوبالة هذه هذه شوفها بوبالة فهموني برك هذه ها يقول لي برك والله نصورها من الداخل ندخل تليفون داخل أحب لك أسكو هذه بوبالة برك قل لي حمبابك تاع النبا نظيفة أسكو هذه بوبالة هذه قلك عاد فيها الدود على بالك شوف هذه يا بوبالة شوف هذه نزلتوا تقابلوا بها الناس ها قول له خويا وصل يقول حاجه خويا ضو طريق وياش في بيك ربع سنين ربع سنين طريق كيما ربع سنين دخل تاع المسجد عيطش اروح دخل هذا المسجد صح شوف دوك نروح معايا روح ناتي هذه ديجا هذه من هنا تبانه اروح اروح معايا خويا دخلت المسجد صورت على شيخ دوك نروحوا له نجي تضو برك من هنا شوف الطريق كيش انت بتكاين الضو نبروفيتي واسمع شوف لهنا شافه شوفه شوفه على الضو برك من بعد نروحوا لوجهه المشل الغبار على بالك تشم ريحه الغبار شوف الطريق مكسره